بابك يا تراكا وكي تسمعي مامك تاع تراكا مسالك تحني مي صحيح معلم نصبروا شوية تاني برجع لينا اشتياح باش نحفظ فيها ندير والو فيها تعبت بزاف بزاف كاش واحد يطيش ولادو يشوفها ماكا يصبر ما يقدرش يصبر ما يصبرش انسان ربي العالمين كتب لنا هكا انسان يقول الحمد لله هذي راه الشيء اللي جا من عند ربي كل مليح انا نجتهدو بالشيء اللي قدرنا وربي العالمين يعيننا فيها ما عندناش ما عندناش حد وحده سمعي زوجك يا دراكا مدام الحمد لله يعني قلت لك يعني راضية بيه لأنه ما عندوش حاجة تاع كذب ولا هيك ولا هيك يهدر صح عنده ما عندوش حتى وساعات كاينة غلطات يعني نورمال نفهمه هو يفهمني ولا نفهم نعم بطريقة نفهمه بعضنا هذه نعمة الحمد لله والله نعمة هاد التربية هادي ما تقدرش تساويها مع ما هي مادة ما تقدر تساويها تقول لي يقولوا لي يا ماما كون قريتي راكي تخدمي تعيشينا خاصنا نقول لهم اقراو وتعلموا مهما كان ما تحسوش لبستو ولا ما لبستوش عندكم دار ولا ما المهم توصلوا تعيشوا ولادكم احسن من هاك واش حد نقول لك خويا نقول الحمد لله في كل حاجه يا إلهي يا إلهي مجيب دعوات ربي رزاق سبحانه كريم ربي رزاق وربي اللي كتب كلش بنتي هذه الشابة بنتي كي تكون كي تسمعها تهضر هكذا قلبك يتقطع على ألف قلبك يتقطع على ألف أبسط الأشياء أنها بيت وبوبيات دير لها بيت وبوبيات تكون من أسعد الناس إن شاء الله تشوف الزوجة الكريمة القناعة والتربية اللي مديتهم تشوفك انت الحب اللي مديته لهاد الأولاد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هاد البنت الكبيرة اللي حبت تتحمل المسؤولية أكثر من عمرها حاجة مليحة مدام نقول لك الحمد لله والله غير حاجة مليحة حاجة مليحة حاجة مليحة فوق اللازم